لا أستبعد نشوب حرب ما بين الجزائر والمغرب في أي لحظة لا أستبعد تعزيزات الأمنية الإسرائيلية والأمريكية في المغرب ليست سياحة وما هيش مصيف ما هم جايين يصيفوا والقاعدة العسكرية اللي دشنها قائد أركان الجيش الإسرائيلي ما دشنهاش باش يديروا فيها التزلج على الجليد دشنها باش يحضر نفسه لحرب ضد الجزائر النظام المغربي للاسف سيحارب الجزائر نيابه عن الكيان الصهيوني الذي لم ولن ينسى الهزائم التي تكبدها من الجيش الجزائري سواء في 67 او في 73 لان الجيش الجزائري بقياده المرحوم قنيزية وغيره خالد نزار وجماعتهم اللي كانوا في الصفوف الأولى ودخلوا حتى السيناء المحتلة لما كان يحتلها الكيان الصهيوني وحرروا الجيش الجزائري كان في الصفوف الأولى ويشهد بذلك قائد الجيش الإسرائيلي المقبور الله لا يرحمه شارون اللي قال لهم باللي انهزمنا أمام الجيش الجزائري داخل الجيش الجزائري كان في الصفوف الاولى لاسترجاع الاراضي المصريه المحتله في سيناء هذا الامر هذا ما ينسوش الاسرائيليين يريدون الانتقام من الجزائر التي بقيت الدوله العربيه الوحيده التي ترفض رفضا قاطعا مجرد التفكير في التفاوض مع الكيان الصهيوني الدوله العربيه الوحيده مليح الدوله العربيه الوحيده التي بقيت صامدة وترفض جملة وتفصيلا مجرد التفكير مش التفاوض مجرد التفكير في التفاوض يعني مجرد أنك جزائري تقول له رأيك أحبس لا يعني يقول لك فرضا ما كاش ما تفرضش عليا ما تفترضش معايا تفترض لي أي حاجة إلا مجرد أنك تخمم باش تتفاوض مع الكيان الصهيوني او تطبع مع الكون مستحيل الدوله العربيه الوحيده والحمد لله نعتز ونفتخر بهذا الموقف الصامد ولولا قوه الجزائر ولولا قوه الجزائر ما استطعنا الصمود الى هذه اللحظه والبقاء على نفس الوطيره ونفس الموقف الصامد الصارم الشجاع اذا دولة قوية معناتها قرار سيد دولة قوية معناتها قرار سيد ونحن نعتز ان الجزائر دولة قوية بجيشها وشعبها ما عدا جماعة تيزانة وطيطيط وجماعة زيت زيت وجماعة خنزير كازا اللي هما استثناء وهم حالات شاذة والشاذ لا يقاس عليه